السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بقناة بروفسوفت في فيديو دوت قناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أي بواسطة فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح الكومبو بوكس والتشيك بوكس والراديو بوتون. التشيك بوكس هو اللي تشيك، يعني مثلا أنت بتشوف البرامج اللي أنت تقدر تحدد كذا خيار. الراديو بوتون ده اللي أنت تقدر تحدد خيار واحد باختصار جدا، والكومبو بوكس ده اللي أنت تقدر منه تحدد كذا خيار. يعني مثلا إيه، تعالى كده نوضح فكرة أكتر. تشيك بوكس تقدر تحدد منه كذا خيار، الاثنين مع بعض او واحد، او الاثنين مع بعض او واحد بس. هنا تقدر تحدد خيار واحد بس، وهنا تقدر من خلاله اللي انت تحدد. يعني ده الكومبو بوكس اللي انت لوس بينسدل اللي قدامك ده. تعالى كده نوضح فكره اكتر. اللي احنا عملنا برنامج تسجيل عمل ايميلات، ده بين هنا بتعمل ايميل، وهنا بنجيب اخر ايميل الكاريت عندنا. ولو مثلا ده النيم، ده تكست بوكس، وده الليبل. من خلال انت تكتب هنا تكست بوكس وليبل وتظهر لك. برضو تشد، برضو ممكن تجيب الراديو من هنا، تكتب راديو بوتون تشدها كده وتحطها في البتاع بتاعتك. التشيك بوكس نفس الحكايه، الكومبو بوكس برضو نفس الموضوع. هنا لازم، هنا بنحط هنا احنا لاي اوت، فولو لاي اوت. لاي اوت دي باختصار هي يعني ايه، حاجه محدده. او بص، يعني انا هفهمك الفكره. تعالى كده ايه، نحط لاي اوت. اللي مش فاهم اللاي اوت معناها ايه، احطها كده. اللاي اوت دي بتنظم لك حاجه، يعني بتنظم لك كذا كذا حاجه كده. يعني مثلا ايه، تعالى كده نحط كذا بوتون جواها. ادي بوتون، بص نظمته لك ازاي. نحط بوتون تاني، بص بتنظمه لك كذا جنب بعضها. لو انت صغرت كده بتحطه لك جنب بعضها، يعني حاجه من نوع التنظيم. يعني مثلا نحط تشيك بوكس تحطها لك جنبيها كده. كده نمسح ده كده كله، ده باختصار شديد. وكمان في ايه، مش في كذا لاي اوت. يعني في مثلا ايه، تيبل لاي اوت. برضو ده لو انت هتعمل تيبل اللي هو كذا حاجه جنب بعضها، يعني مترصيه بطريقه معينه. برضو انت اكتشف كل ده مع نفسك. فاهم؟ احنا ايه، هندوس كده، استنى نشيل دي كده. ادي احنا كريتنا كل حاجه. تعال كده نفتح الزر بتاعنا بتاع كريت. ازاي تعلم كده، نتعلم ازاي نضيف الكومبو بوكس. الكومبو بوكس ده اهم حاجه، لان الميل انت بتضيف هنا برضو الميل بتاعتك هنا، والفي ميل. الميل هنا ممكن تحدد برضو بتاعت التكست بتاعتها، سهل جدا. وبرضو نفس الحاجه في التشيك بوكس. بس ازاي نضيف بقى في الكومبو بوكس ده، انت ممكن تضيف هنا من عنده ايتمز، دول ايديت ايتمز، وتضيف الايتم بتاعتك هنا وهتظهر هنا. طب ازاي نضيف عن طريق الكود؟ تعالى كده ايه، عند فورم لود. الفورم لود هنا، الفورم لود هنا لو انت دوست كليك يمين في اي حته في الفورمه بتظهر لك. او ممكن تكتبها هنا في اللي هنا في التود اللي فوق دي، في الداله دي، فين في، ايوه في الداله دي كده. هنا كنت تكتب الحاجات اللي هتحصل مع اول ما البرنامج يشتغل، او المنافذه دي تعمل لها لود تشتغل، ايه اللي هيحصل او ايه اللي يتعمل. ننزل تحت تاني، ننزل 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 تعالى كده في اللود بتاعتنا. انا بفضل انها تكون ايه، يعني قدام عينيك اللي انت بيحصل كده، مش تطلع وتنزل. يعني هنقول ايه، كومبو بوكس، كومبو بوكس 1 ده النيم بتاعه. في عندك كده خصائص كتيره قوي. في هنا الباك كلر، لو انت عايز تغير الباك كلر بتاعته ندوس ايه، بتساوي كلر، كلر دي ريد. في ريد بقى، في بلاك، في اورنج، في اللي انت عايزه تغير الباك كلر بتاعتها. بس احنا ايه، عايزين نضيف ايتم كومبو. بص في بقى خصائص كتير انت تكتشفها مع نفسك. كومبو بوكس ايتمز، احنا كده ايه هنحدد اللي احنا ان احنا هنعمل شويه حاجات في الايتم، عن بين تعديل بقى، مسح زي ما انت عايز. ايتمز هنقول اد ونفتح قوسين. تضيف بقى هنا بقى السترنج، طبعا هو بياخد سترنج، حاجه سترنج. مثلا نقول ايه، مثلا ايه، محمد مثلا، واخد بالك؟ لا مش هنا، هنا. تعالى كده نعمل ران. هو كان موجود ادمن و ممبر. هنشوف بقى هيضيف عندنا محمد تاني. استنى كده شويه، شوف اهو ادمن ممبر محمد، ضاف محمد في الاخر خالص. تعالى كده نقفلها. في برضو عندنا حاجه اسمها ريموف، دي بتمسح ريموف. وفي ريموف اد، هفهمك يعني ايه ريموف ويعني ايه ريموف اد. خليها كده بس في ريموف الاول.
ريموف دي بتاخد قيمه سترنج بالاسم الـ باسم الاليمنت اللي انت هتحذفه. يعني مثلا ايه، احنا عايزين نحذف اليمنت محمد، فهو هنا هيدور في الاليمنتس اللي عنده على محمد ويحذفها زي ما انت شايف. لو عملت رن هيحذفها يعني، بس اختصار للوقت يعني عشان البرنامج برضو بطيء شويه فمش هنعمل رن. هي واضحه يعني مش محتاجه رن. في عندنا برضو ريموف ات، تعالى كده اوضح لك حاجه بسيطه. ريموف ات، بص يا بس بص يا نجم، عندك هنا كل اليمنت موجود عندك هو اري. يعني بص الكومبو بوكس دي الديفولت عندها في الايتمز هنا اري، هي بتعمل اري بالاليمنتس اللي جواها. يعني مثلا ايه، اول حاجه عندنا ادمن، بعد كده ممبر. فالادمن ده في الاري بتاعته رقمه زيرو، في الممبر ده رقمه اتنين. طب ازاي توصل للحاجات دي ازاي؟ من خلال انت مثلا ايه، هتيجي هنا مثلا تكتب ايه زيرو، فهو كده ايه هيحذف ادمن، هيحذف كلمه ادمن. تكتب واحد كده. طب انا مثلا ايه، مش بغض النظر انا مش عايز مثلا احذفهم، انا عايز اوصل ليهم. فهنا ايه تكتب هنا ايه زيرو. هي اصلا ايتمز دي اري، يعني هي ايتمز دي الخاصيه بتاعتها في اري اللي انت تقدر تستخدمها. كده احنا واقفين عند الادمن، كده احنا واقفين عند كلمه ادمن. طبعا الايتمز دي بترجع كوما سترنج بالحاجه بالايتم بالاندكس اللي هي موجوده فيه. فهي كده كده احنا كده احنا واقفين عند ادمن واحد كده، واقفين عند ممبر. في برضو حاجات كتير، برضو في كلير، في ان انت تعمل كلير كل الاي لكل الايتمز الموجوده. في كاونت ده بيعد لك كام اليمنت موجود عندك في الاري، قصدي في الكومبو بوكس. في انسرت، الانسرت دي ايه، بتاخد الاندكس اللي انت تحطه فيه. يعني مثلا ايه، انا عايز مثلا احط مثلا اليمنت في البتاع ده، في مثلا في الاليمنت في الرقم الاندكس اول واحده مثلا، زي ما احنا شفنا ان هو بيحط الاليمنت اول ما احنا بنعمل اد بيحط الاليمنت بتاعه في اخر واحده خالص. لا احنا عايزين مثلا نحطها مثلا في الاولى في الثانيه. فمثلا هنكتب صفر مثلا ونكتب محمد مثلا، محمد اهو. تعال كده اعمل ران، هيحطها في الاول خالص مش هحطها في الاخر زي ما احنا شفنا في الاول خالص. استنى شويه كده، ايوه كده، تعالى كده نبص، ضاف لنا محمد في الاول بعكس ما زي ما احنا دوسنا ات ضافها لنا في الاخر خالص. نقفل كده. طبعا في حاجات كتيره قوي، في خصائص كتيره قوي في البتاع. از ريد اونلي، ده از ريد اونلي اللي انت تقرا منها بس ما تضيفش تقريبا حاجه تقريبا انا مش عارف ايه. بس هي خلاص احنا شرحنا اهم الحاجات بس اللي فيها دي. الكومبو بوكس، الراديو بوتون بقى ده مثلا هنيجي كده مثلا ايه، احنا عايزين ايه اهم حاجه في، يعني مثلا ايه اللي هيخطر في بالك ان انا ازاي اعرف ان الراديو بوتون ده معمول له تشيكد او معمول له معمول له انيبلد اللي هو مختاره. هتيجي هنا عليه في قصيه عندنا اسمها ايه تشيكد. التشيكد دي هي من النوع الجيتس والست اللي انت بتديها قيمه او بتسترجع منها قيمه. يعني مثلا لو انت ايه عايز مثلا تخلي هو ديفولت بيبقى عندك ايه، هو الراديو بوتون 1 ده ميل، هو ديفولت عندك بيبقى في البرنامج مش معمول له تقشير. بس انت عايز تعمله تقشير، بتعمله ازاي؟ هنقول تشيكد بيساوي ترو، ولو انت مثلا مش عايز تعمله تشيكد هتقول فولس زي ما انت عايز براحتك. طب وكده كده هو بيرجع لنا قيمه ترو او فولس. لو المستخدم معمول عامل البتاع ده ان هو مقشر عليه بيرجع لها قيمه ترو، لو مش متقشر بيعمل لها فولس. ونفس الحكايه برده في التشيك بوكس، يعني هتشوف التشيك بوكس وان النيم بتاعه تشيكد موجود، والله لو متقشر عليها بيرجع لك ترو، لو مش متقشر يعمل لك فولس. في خصائص برده كتيره، في اوتو تشيك انت بتشيك عليها، باك كلر بتاع الراديو بوتون، حاجات كتيرة أوي مش لازم إن أنا نشرحها كلها. تشيك ألاين، بس إيه ندور لو في حاجة مهمة. مش لازم يعني، ممكن نشرحها بعدين مش مشكلة. فأنا كده إيه شرحنا الشيك بوكس. طبعا الشيك بوكس نفس الحكاية برضو مش هنختلف كتير.
بس انا عايز اوضح حاجه. طب واحد هيسأله سؤال، طب افرض انا عايز اعمل شويه راديو بوتونز، واخد بالك يعني هو ديفولت في البرنامج بتاعك مثلا اي راديو بوتون تضيفها في البرنامج، اي راديو بوتون في البرنامج في الواجهه عموما انت بتختار منها واحده بس. طب واحد سألني سؤال، طب انا عايز مثلا افرض انا عايز مثلا مثلا في راديو بوتونز مثلا للحاجه معينه، في راديو بوتونز مثلا لحاجه معينه، هنا احنا بنستخدم لاي اوت. اللاي اوت اللي احنا شرحناه قبل في اول حلقه خالص، اللاي اوت دي انت بتحطها وتحط فيها اللي انت عايزه. عايز برضو تحط حاجه تانية، هنقول لاي اوت كده ونشدها واخد بالك، ونحط راديو بوتون، راديو مثلا ايه بوتون، ايوه هنا هنا، تعال كده نعمل لوكال ويندوز انديبجر، يس استنى كده شويه يا جماعه معلش يا شباب، بس طولت عليكم في الفيديو شويه، بس كان لازم في حاجات معلومات كتير لازم اقولها. تعال كده نختار الاتنين في نفس اللاي اوت، فالاتنين ايه بيتأشر عليهم. ولو مثلا اخترنا دي زي ما انتم شايفين يا جماعه، هنا ممكن نختارها وهنا ممكن نختارها عادي جدا مفيش اي مشاكل. نقفل كده نحددهم ونقفل امسح. طب انت ايه مكان من زر الكريت ده، احنا نقول ايه يعني، هنقول ايه، هتعمل انت كده متغيرات سترينج براحتك هنا كده. طبعا اختصار لوقت الحلقه مش هشرح الحاجات دي، بتعمل متغيرات سترينج واخد بالك، ونقول لو تمشي بقى اتباع كده مع الادوات. هنقول ايه لو دي معموله تشيكد يبقى هحط واخد بالك المتغير ده احط له قيمه معينه، لو الثانيه هي اللي معموله تشيكد واخد بالك حط الثانيه برده قيمه معينه، لو الاثنين مش معمول لهم تشيكد لا ما تعملش الكريت، وطلع له مثلا اعمل له ليبل مثلا يرجى تحديد مثلا الحاجه، ممكن يرجى تحديد النوع مثلا واخد بالك هنا. طب ازاي صح ده نسيت اشرح ازاي ترجع قيمه من البتاع. عشان ترجع قيمه من بتاع الكومبو بوكس تكست دي بترجع لك الوقفه اللي هو واقف، يعني هو مثلا ايه المستخدم اختار ادمن مثلا، فهو هنا ايه بيرجع لك قيمه ادمن، مثلا المستخدم اختار ممبر، فهو القيمه دي بترجع لك ممبر. نقفل كده تكست كده، لا دي مش تكست، لا لا سوري يا جماعه، دي التكست دي انت بتديها بتدي له الديفولت، يعني هنقول له كومبو بوكس معلش بس يا جماعه كده سوري اختلط عليا الامر، تكست بتساوي اي حاجه نعمل ران يس دي بتحدد لك القيمة، أول قيمة أنت بتختارها. طبعا القيمة دي أصلا مش موجودة هنا، فانت مش محتاج ان انت يعني القيمه مش موجوده هنا، بس هو بيحددها لك فوق، اختار مثلا ايه اختار نوعك او اختار نوع الحساب وكده. طب ازاي بقى ارجع منه قيمه بالسيلكتد اندكس، هنقول سيلكتد ايوه في هنا سيلكتد ايتم، سيلكتد ايتم دي بترجع سترينج واخد بالك، وفي هنا سيلكتد اندكس بترجع قيمه انت، يعني بالاندكس اللي موجود في الكومبو بوكس، يعني مثلا انت اخترت ادمن فبترجع لك زيرو، لو سيلكت ايتم سيلكت تكست دي بترجع التكست، مش عارف الايتم دي بترجع ايه تقريبا، سيلكت تكست دي هي اللي بترجع ادمن، بترجع ادمن او ممبر، مش عارف سيلكت ايتم دي بترجع ايه، اوبجكت سيلكت ايتم جيتس اور سيتس سيلكتد ايتم ان مش عارف تقريبا، لو انت عايز سيلكشن ستارت سيلكشن سيلكتد فاليو دي بترجع برضو كان اوبجكت مش عارف والله. طب استنى كده نشوف كده، دي نحطها مثلا ايه في اوت تكست عشان ايه لو هنشوف هترجع لنا ايه، تكست بوكس 1 تكست بتساوي صح، ما دي بترجعش من سترينج، ده بترجع ايتم، ده بترجع اوبجكت اساسا من الكومبو بوكس، بترجع اوبجكت من الاليمنت. هنقول ايه سيلكتد بقى، سيلكتد
تكست ولا سيلكتد ايتم؟ ايه الليله الزرقاء دي؟ طب تعالى كده نجرب سيلكتد ايتم. اه صح، ترجع بتاع ده تكست cannot be called argument بتاع ده. selected text مش تعالى نعمل لوجل ويندوز انا بجر. طب اصلا item دي بترجع ايه يعني؟ بترجع object يعني؟ بترجع string ولا بترجع ايه؟ هنشوف هنشوف. تعال بس نشوف هو هيعمل لنا ايه دلوقتي. نختار مثلا member اللي هو عمل معانا شيء button one. text box ايه ده؟ ليه طيب؟ تكست تكست تساوي سيلكت تكست. طيب ما خطأ ولا مفيش؟ مش خطأ. تعالى كده نجرب. لا في خطأ كده. نحوله string 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 بس بترجع ايه دي اساسا؟ مش عارف. مع السترينج دي احنا بنحولها لسترينج يعني، بنحولها لسترينج في البرنامج يعني، دي احنا بنستخدم طريقة الكاست اسهل يعني. اخترنا ايه؟ ممبر ممبر ادمن ادمن. اه يبقى هو سيلكت التكست. سيلكت تكست يعني ده اول تكست يعني احنا عملناه تقريبا. يبقى التكست، يبقى سيلكت التكست دي يا جماعه هي اول تكست احنا بنديها له اساسا في الديفولت بتاع البرنامج، لكن سيلكتد ايتم دي الايتم اللي احنا بنختاره. فانت هو مش عارف، هو المفروض يرجع سترنج بس هو ما رجعش سترنج. فانا عادي يعني مش مشكله ان احنا نحوله لسترنج ونحطها في التكست بوكس. معلش بس يا جماعه طولت عليكم في الفيديو، بس المشكله بنت الكلب دي مش عارف يعني. خلاص بقى مش المهم يعني، استحفدنا حاجه يعني. انا شخصيا ما كنتش اعرف اصلا يعني، انا استخدم مش عارف كنت هنفعت معايا بكده تقريبا استخدم سيلكت تكست مش عارف. مش مشكله يعني، المهم احنا عرفنا دي. بس هو ده كان فيديو النهارده يا جماعه، وارجو يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، واللي انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.